نحن بنحتفل باليوم العالمي للتنوع البيولوجي ومنجرب نقلهم للتلاميذ يلاقوا مشكلة محلية ويلاقوا حل محلي لشي بيتعاطى مع البيئة ولحتى هن يفهموا انه هاي البيئة مش عدوتهم، هاي البيئة مصدر رزق، مصدر راحة، مصدر سعادة. كتير مبسوطين، صرنا وان سيمستر عم نشتغل عن اور بلان. It's a great experience. عنا شقفة أرض نحن بمنطقة قريبة على بيروت تقريبا شي ربع ساعة، فحبينا نفتح هذا المشروع اللي هو حيتضمن كل شيء أكل بلدي. فنحن حبينا نسمي مشروعنا Don't Waste Your Waste، انه نستفيد من الوسخ اللي عم تطلعه من عندك، هو انه نحن ننظف هيدي المي وناخذها على محل سد كبير منظم بطريقه كثير مدروسه، نقدر بهيدا السد نقدر نطلع كهرباء. البروجكت تبعنا اسمه Artsy Earth، ونحن الهدف تبعنا انه نحول كل شيء زباله او اشياء خلصت ل Art Pieces. الحقيقه لازم نحن قد ما فينا نشجعهم ونستثمر فيهم، لانه هدول مستقبلنا وهيدول اللي حيخلوا لبنان يصير ويبقى مثل ما كان لازم يكون.